السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم قناتكم قناة شناشيل. اليوم وصفتنا جدا مهمة وراح إن شاء الله تنفعكم. فبالنسبة لهذه الوصفة اليوم هي وصفة الكلف والنمش وأيضا الشد الوجه وتقشره وتبيض الوجه وتجدد الخلايا التالفة للبشرة، وطبعا تخفف من تجاعيد الوجه وتمنع ظهور أيضا الحبوب والبثور، وبالإضافة إلى ذلك تمنح البشرة النضارة، وأيضا تحتوي على أملاح معدنية وفيتامينات اللي يخليها تتصدى التهابات المتعددة بالبشرة. وأيضا هذه الوصفة هذه أول مرة تنزل على اليوتيوب وهي حصريا لقناتنا قناة شناشيل. فبالبداية خليني أستعرض المواد اللي أحتاجها لهذه الوصفة. بالنسبة للمواد اللي احتاجها لهذا الماسك او هذه الوصفة، احتاج قشور البيض. قشور البيض طريقتها من بعد ما اخذ من عندها البيض من الداخل اغسل هذا القشر وانشفه. هسه هذا عندنا ناشف مثل ما تشوفون، تقريبا يومين نشفته. وايضا احتاج لهذا العظمة الكولماري او الكولمار او الحبار، هذه هي العظمة، هذه تلقوها عند العطار وتلقوها ايضا صورت لكم انا منين اشتريتها بمحلات اللي تبيع طيور. هذه تحتوي على مواد واملاح ومعادن وكالسيوم، يعني هذه هي هاي عظمة الكولمار، اتمنى تحصلون عليها، موجودة عند العطار بالعراق بالدول الخليج موجودة وين ما كان. هذه هي. وأيضا أحتاج الماء الورد، وأيضا أحتاج من مرطب الأطفال اللوشن، أي مرطب أطفال ضروري يكون للأطفال. وأيضا أحتاج الصبار، هاي خلاصة الصبار نزلتها عن الفيديو طريقة استخلاص الصبار. وايضا نحتاج اي علبة عندكم متوفرة، يعني غطاها محكم حتى نستفاد من الخلطة مدة اطول ونخليها بشكل يومي، اي علبة. هاي بالنسبة للمواد، مواد جدا بسيطة متوفرة بالنسبة لقشور البيض، وهذه متوفرة عند العطار. وخلينا نبدي بطريقة عملها. بالبداية ناخذ تقريبا قشور البيض 10 بيضات مقابل عظمة واحدة من الكولمار، هذا الحجم، عظمة واحدة مقابل 10 بيضات. في البداية ناخذ البيض ونطحنه في البداية بالهاون، نعمه شوي وبعد ذلك نطحنه بالطاحون الكهربائية. هاي من بعد ما طحنا القشور أصبحت أنعم شوي، فهسه بهذه المرحلة راح نطحنها بالطاحونة الكهربائية. هاي القشور 10 بيضات تقريبا. هاي من بعد ما طحنت قشور البيض فراح نخلها بمنخل ناعم. هذا اللي صفى من قشور البيض، هذا هو الغشاء الخفيف اللي يمسك القشر، فهذا ما راح نحتاجه نتخلص منه. وبنفس الطريقة نبدي نكسر هذا عظم سمكة الكولمار أو الحبار، نطحنه بالبداية بالهاون وبعد ذلك بالطاحونة. وبنفس الطريقة راح أفرغه بالطاحونة الكهربائية وأيضا أطحنه بشكل أنعم. وبنفس الطريقة أيضا راح نخله فوق قشور البيض. وهذه بقت الحافة الصلبة، ما راح تنطحن أكثر من هيك. فهسه نبدي نفرغ هذا البودرة بالبداية
نخلطها مع بعض بشكل جيد، بودرة قشور البيض مع بودرة عظم السمكة، سمكة الحبار مفرغة بهذه العلبة. بعد ما فرغتها بهذه العلبة هسه نبدي نسوي الخلطة أو الماسك. راح ناخذ ملعقة متوسطة من هذا الخليط، وناخذ أيضا من الصبار جل الصبار الطبيعي، يحتوي على فوائد عديدة. هذه ملعقتين من جل الصبار، وأيضا ملعقة من ماء الزهر، عفوا ماء الورد، ماء الورد ضروري ملعقة. وملعقة من لوشن الأطفال. هذه الخلطة بصراحة عندي من 20 سنة، اجت الفرصة ان شاء الله اللي راح اخليها بين ايديكم جدا مضبوطة. قبل طبعا كنا نخلي لها زبد عادي، بس اللوشن يمتص اكثر بالبشرة. هاي مثل ما تشوفون هذا المقدار. نبدي نخلطها. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبح المزيج متجانس مثل ما تشوفون. هسه هذه الخلطة نحتفظ بها بالثلاجة، نخليها تقريبا تكفينا 3 مرات. وهذا الباودر مثل ما شفتوا ناخذ من عنده ملعقة ملعقة لكل وجبة من هذا الماسك. وبالنسبة لطريقة استعمالها، يستحسن طبعا نخليها على بشرة نظيفة، وإن شاء الله راح أنزل طريقة تنظيف البشرة بالبخار والأعشاب بالبيت بكل سهولة، حتى نتخلص من الزيوان والدهون المتعلقة بالبشرة اللي تسد المسام وما تخلي البشرة تستقبل أي ماسك نخليه. فإن شاء الله ننزلها بهاليومين، وتقدرون أيضا تخلوها بأي وقت تفضلونه، تقريبا 15 إلى 20 دقيقة. وبعد ذلك نبدي نفركها بطريقة دائرية حتى نتخلص من الجلد الميت، سواء على الوجه أو على الركب أو على العكوز أو على أي منطقة داكنة بالجسم نريد نقشرها ونتخلص من الجلد الميت بها. وبعد ذلك طبعا نشطف المناطق اللي راح نخلي عليها هذا الماسك بالمي البارد حتى تتنشط الخلايا. وهذه الخلطة مثل ما قلت يعني هي مو فقط للوجه، الكل منطقة داكنة. إن شاء الله راح نلخص عن طريق الكتابة فوائد هذا الماسك ونرفقها بالفيديو عن طريق السبتايتل. وأهم مسألة أحب أذكرها إنه نسمي باسم الله قبل ما نخلي هذا الماسك حتى ينفعنا 100%. وأتمنى من عندكم، أتمنى من كل المشاهدين الاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. يا ريت دعمنا ايضا بشير الفيديو بين الاصدقاء حتى تعمل فائدة على الجميع، ويا ريت لايك اذا عجبكم الفيديو. وفي امان الله.